مبطلات الصلاة او تشتك ميجي باطل دكن او تشتنا مبطلات الصلاة. الاول ان يتكلم متعمدا تشتك ميجي باطل دكن انسان اكثر ميجي قصد خبر ده عامدا عالما تحريم الكلام في الصلاة ما بر بزن وكي زانة olarak بزن و ميجي ده خبر ده او ميجي ده ميجي باطل دكن. نعم والحركة الكثيرة يتحرك حركة كثيرة هركي إنسانك ميجي ده زعف قليك حركة طبكة أواجي ميجي باطل دكا لغير حاجة حاجة طويتنا بهركي. وكذلك الأكل والشرب خارن أب خارن خرق خارن دف جوتاندن دف چناندن أفتشتناجي ميجي باطل دكا. الالتفات الكثير عن القبلة إنسانك باري خو إش قبله زعف قليك بزفر ناجيك كي دني أواجي وانتقاض الطهارة. إذا انتقضت الطهارة انقطعت الصلاة لا يبدأ يبقى في الصلاة هركي ميجي دا دازميجا تابشكي أواجي دازميجي ميجي دشكينا. وانكشاف العورة هركي سر ميجي عورة تابابا ميجا تادشكي